انا اليوم عند مودا بارك عاملين خصم 70%. هاي باسم كيف حالك؟ وين سليبراتي؟ خلصوه جنة نطو عاملين سيل 70%. لحقوا حالكم قبل ما يروح سيل. شوفوا مودا بارك مولع. مودا بارك طلع الشباب شوف. رايحين رحلة ما شاء الله عليكم. صباح بدي احكي لكم عن زبدة الشيا اللي الي كم من يوم عم استخدمها. رويالز اسمها، مش عادية طبعا. هاي زبدة الشيا الافريقية الاصلية الخام. طبعا زي ما بتعرفوا زبدة الشيا في منها اكتر من نوع اكتر من صنف. هذا النوع الافريقي لونه اصفر، رائع للجسم. لما قبل ما افوت اخد شاور، بنص الشاور بتحطيه على جسمك، بتتركيه 10 دقائق، بتدلك الجسم 10 دقائق، بعدين بتغسليه. النتيجة رائعة. طبعا كنا بنعرف قديش مفيدة زبدة الشيا وقديش لها فوائد كتير، فرائعة بصراحة. كتير 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 حبيتها، بتجنن. بعدين نقطة، يعني حطوا نقطة منها بتعطيكم، بتعملكم كفر كامل. كتير حبيتها بصراحة. طبعا هاي صابونتي، جبت واحدة جديدة لانه خلصت القدام. هاي التالتة. طبعا انا قد ما بحب الكوزمتكس لازم. صباح الخير، صباح الخير لأحلى متابعين بالعالم. حبيت أصبح عليكم وأحكي لكم إن شاء الله تكملوا نهاركم كل نشاط وحيوية وحب وسلام وأمان لقلوبكم. طبعا بداية دعيت على كل شخص اليوم بصادف عيد ميلاده، بدي لكم كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله يا رب كل أحلامكم تتحقق. ثانيا بدي أبارك لكل طلاب التوجيهي، بدي لكم ان شاء الله الف 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 مبروك. ولكل طلاب التوجيهي اللي ما نجحوا بدي لكم انه مش اخر الدنيا، اكيد ما تزعلوا، بتقدموا مره تانية وبتنجحوا ان شاء الله كلكم. كتير طلاب بفوتوا بحاله كآبه لما بيعرفوا انهم هن ما نجحوا. بدي احكي لكم انه هي مش اخر الدنيا، يعني انت مش انه ما نجحت هاي السنه مش حتقدر تقدم السنه الجاي. عادي، انت بتقدر تدرس وتجتهد وتقدم السنه الجاي. طبعا كالعادة فطوري فواكه، بس اليوم الله يرضى عليهم شو جايبين بالمكتب؟ مناقيش. فأنا بحب المناقيش بزعتر مع شو؟ مع التفاح، كتير مفيد وكتير طيب. بعدين نشرب الكوفي تبعنا. أيوشي سلامتك حبيبي يا عمري. حلا يا حلا يا علي. لكل اللي بحبوا هيوش سحس، هيها بخير وتمام. هلأ طلعتها من المستشفى، بس اللي صاير معها انه خطأ دكتور. هي الحديد بينزل عندها بالجسم دائما، مخزون الحديد دائما نازل عندها. فالمرة هاي معطينا حديد زيادة عن الليمت اللي كل مرة بيعطوها اياه، فصار عندها مضاعفات، وجع راس ووجع بالمعدة وهالحكي. فإنا يومين عم نعطيها دربات سوائل عشان الحديد ووجع الراس يخف عندها. فسلامة قلبك سحسوح. خلصت ضفيري بصالون ستايلش. طبعا بس أورجيكم شو عندهم. زي ما شايفين حاطين المزيل، زبدة الشيا والصابونة والسكراب والكريم والزيت الباراشوت، كله كل منتجات شركة روشتا وديفا ديرم موجودة عندهم الأصلية. طبعا بس هذا الصالون الوحيد. أرجيكم أحلى إشي عندهم هون شو. كل ما بتفوتي يا حلوة باخد لي وحدة من هاي، وباخد شو؟ باخد مصاصة، شو كمان باخد؟ كاندي. شفتوا الدلع اللي دلعوا لزباينهم؟ بسطلوا. هلا بحط لكم رقم تليفونهم كمان، بيعملوا اظافر بسطلوا، كثير شاطرين. بدي احكي لكم انه عندهم بنوته بتعمل سكر، يعني بصراحه كثير كثير شطوره. انا بعمل عندها كثير شطوره. فكل البنوتات تعالوا، ما في واوا ولا في اشي، ونضيف نضيف بتجنن وسريعه. هو اهم اشي السرعه. لولي نعيمه.